تأسس البنك الوطني العماني عام 1973 كأول بنك تجاري في السلطنة، ليضع بذلك حجر الأساس للقطاع المصرفي العماني. ومن ذلك اليوم يشهد البنك الوطني العماني نمواً على جميع الأصعدة، ليصبح اليوم ثاني أكبر بنك في السلطنة. ويقدم البنك خدماته المصرفية من خلال شبكة من الفروع تمتد ل 65 فرعاً داخل السلطنة وفرعين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتسع شريحة عملاء البنك لتشمل أكثر من 400 ألفاً من الأفراد و 18 ألفاً من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولأن البنك يصبو لأن يكون رافداً ليس للاقتصاد العماني فحسب، ولكن للتنمية المستدامة على جميع الأصعدة، فقد حقق البنك نسبة تعمين تزيد على 90%، مما يعكس ثقته التامة ودعمه للكوادر العمانية الشابة. يواصل البنك مسيرة التغيير مع التركيز الشديد على العملاء كي يكون البنك المفضل لديهم، من خلال استنباط المقترحات القيمة التي تلبي احتياجات شريحة الشباب التي تشكل أكثر من 50% من سكان البلاد. ويلقى تعهد الهوية التجارية دعمه من خلال شعار البنك الذي يجسد ألوان العلم الوطني. ونتيجة لالتزام البنك بتقديم حلول مصرفية فريدة من نوعها، فقد حصد البنك عدة جوائز، منها جائزة حوكمة الشركات المقدمة من معهد حوكمة، جائزة بنك العام سلطنة عمان من The Banker Awards، جائزة التميز المصرفي من International Alternative Investment Review Magazine، Oman's Largest Corporates by Oman Economic Review، جائزة أفضل مركز اتصالات، جائزة أفضل خدمات مصرفية متميزة، جائزة أفضل خدمة عملاء من بانكر ميدل إيست. إن مسيرة النجاح المتواصل للبنك الوطني العماني هي ثمرة الالتزام التام بالقيم التي وضعتها الشركة منذ إنشائها، وهي العميل أولاً. يقدم البنك الوطني العماني خدمات مصرفية تتمحور حول تقديم خدمة عملاء متميزة تحقق تطلعات العميل شاملة، بذلك جميع احتياجاته وتعاملاته المصرفية. نحن فريق عمل متحد، نتعاون بكل السبل، نسخر جميع الإمكانيات ونفكر بطرق جديدة ومبتكرة لتحقيق الأهداف المنشودة. الفعالية والدقة والطاقة الإيجابية هي أساس خدمة مصرفية تؤمن بأن التغيير يولد فرصا للنمو ويحتفي بالنتائج ويحث على التميز في الأداء. بالتخطيط السليم يكون إتقان العمل لأجل ضمان تصدر المشهد المصرفي وغرس شغف التفوق لدى كل فرد منا. نسعى لترسيخ أعلى المعايير أخلاقيا ومهنيا، واضعين الوضوح والشفافية نصب أعيننا، ملتزمين بكل القوانين في كافة خدماتنا. نقدم خدمات ومنتجات وحلولا مصرفية لا تحقق تطلعات العميل فحسب، بل وتتعداها. الخدمات المصرفية للشركات بطاقم احترافي من مدراء الحسابات. نحن على استعداد لتقديم حلول مصرفية وتسهيلات ائتمانية صممت خصيصا لتلبية احتياجات الشركات وعملائهم. نعمل على تقديم العديد من المنتجات الاستثمارية المتميزة كإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للشركات وخدمات الوساطة المالية للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. ونفخر اليوم بأننا أحد أكثر المؤسسات خبرة في الأعمال التجارية وإنتاج البحوث عالية الجودة حول الشركات والقطاعات المختلفة. نقدم باقة متنوعة من منتجات وخدمات الخزانة وإدارة السيولة ومخاطر السوق، كما أننا نقدم العديد من الخدمات المصرفية الدولية كإصدار شهادات الضمان ومشاركة المخاطر المالية والقروض المشتركة. يعد البنك الوطني العماني جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع العماني، إذ يعمل على مشاركة المجتمع من خلال العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها، والتي يتعاون من خلالها مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم المجتمع العماني وتطويره على مختلف الأصعدة. كما يعمل البنك على مساندة عدد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف قضايا الصحة والبيئة والخدمات والتعليم، بالإضافة للفنون والثقافة
الثقافة والأنشطة النسوية والشبابية. ومن ضمن آخر مبادرات المسؤولية الاجتماعية دعم لاعبي الجولف العمانيين ورعاية بطولات الجولف الدولية بهدف دعم رياضة الجولف في السلطنة وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة عالمية لهذه الرياضة. كما قام البنك بتمويل عدد من المشاريع في منطقة الدقم الصناعية في إطار الجهود لدفع عجلة التنمية في المنطقة وغرساً لثقافة الادخار. دشن البنك برنامج الكنز للادخار الأول من نوعه في السلطنة لتشجيع العملاء على الادخار والفوز بالجوائز في ذات الآن. في عام 2013 دشن البنك الوطني العماني نافذة مزن للصيرفة الإسلامية الذي يقدم تشكيلة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمختلف العملاء من أفراد وشركات داخليا وخارجيا. وتهدف مزن لخلق قيمة مضافة لكافة العملاء والشركات من خلال تقديم خدمات صيرفة إسلامية تتسم بالابتكار والقدرة على التنافس. يعطي الاقتصاد القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة البنك فرصة مثالية للنمو في منطقة تتمتع بتحالفات اقتصادية وسوقية مع سلطنة عمان، مما يساعدنا على تعزيز التعاملات التجارية بين البلدين. وقد حصلنا في عام 2013 على رخصة مصرفية كاملة لتقديم الخدمات التمويلية في دبي، ويعد البنك الوطني العماني حتى الآن البنك الوحيد الحاصل على رخصة مصرفية للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. البنك الأفضل من حيث الخدمة والقيمة والراحة لدى جميع شرائح العملاء المستهدفة. أفضل بيئة عمل من حيث الفرص الوظيفية لكافة الموظفين. أعلى عائد من حيث الإنصاف والاستدامة يحصل عليه المساهمون. لأجلك، لأجل الوطن، البنك الأكثر رعاية للمجتمع. البنك الوطني العماني، البنك المفضل.